تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. وكيل أول حضرموت يشيد بدعم الأشقاء في دولة الإمارات لقطاع الكهرباء. تدشين صرف مستحقات الحوالات النقدية الطارئة في ساحل حضرموت لستة وثلاثين ألف حالة. وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية ساحل حضرموت يلتقي بقيادات السلطة المحلية وكوادر العمل التربوي والتعليمي وممثلي أهالي مديرية حجر بالمكلا، ويؤكد تقديم أكثر من 30 مشروعا تعليميا لمديرية حجر. الوكيل الكثير يطلع على سير العمل الجاري في عدد من المشاريع الصحية بوادي حضرموت، ويفتتح مخيم الأطراف الصناعية المجاني الأول بوادي حضرموت، ويناقش تقارير عدد من المكاتب الخدمية. نشرة الأخبار من قناة حضرموت، أهلا بكم. أشاد وكيل أول حضرموت عمر بن حبريش العلي بدعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشغيل الكهرباء في المحافظة من خلال تزويد محطات الكهرباء بكميات من مادة الديزل لتسهم في استمرارية خدمات الكهرباء والتقليل من فترة انقطاعاتها. وأعرب بن حبريش باسم قيادة السلطة المحلية عن الشكر والتقدير للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة على الدفعة الثانية والبالغة نحو 7000 طن من مادة الديزل، والتي وصلت على متن باخرة جالبت إلى ميناء المكلا مخصصة للكهرباء والصحة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تأتي مواصلة لدعم الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة لشعبنا، والتي شملت الجوانب الإغاثية منها والإنسانية. دشنت بساحل حضرموت عملية صرف مستحقات المرحلة السادسة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية ل 36,294 حالة، موزعة في 12 مديرية بمبلغ يقدر ب 470 مليون ريال. واطلع وكيل أول حضرموت عمر بن حبريش العلي من المدير العام لصندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت عبدالله الحامد على سير عملية الصرف التي تجري في 22 مركزا على مستوى مديرية الساحل، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المعتمدة في المراحل الستة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة في مديرية الساحل يبلغ 2,820 مليون ريال. وأشاد بن حبريش بدعم البنك الدولي ومنظمة اليونسف لمشروع الحوالات النقدية الطارئة، والذي يستهدف تقديم مساعدات مالية للحالات المشمولة بخدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة. التقى الأخ جمال سالم عبدون وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية ساحل حضرموت بقيادات السلطة المحلية وكوادر العمل التربوي والتعليمي وممثلي لأهالي مديرية حجر بقاعة الاجتماعات بمكتب التربية والتعليم بالمكلا. وهدف اللقاء إلى إعطاء صورة توضيحية عن الوضع التعليمي في مديرية حجر بحضور مدير عام مديرية حجر الأستاذ أنور الشاذلي وقيادة التربية بالمديرية وشخصية اجتماعية من أبناء حجر. وفي كلمته قال الوكيل عبدون إن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أعطى مديرية حجر عناية كبيرة أسوة بباقي المديريات، وقدم لها أكثر من 30 مشروعا تربويا وتعليميا، من بينها مجمع الصدارة التعليمي وثلاث ثانويات إحداهن للبنات تم افتتاحها مؤخرا لأجل أن تتمكن الفتاة الريفية في حجر من إكمال تعليمها الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى افتتاح ثلاث ثانويات والتعاقد مع 181 معلم لتغطية الشعب الدراسية. لافتا إلى أن مكتب التربية بالمحافظة قام ببناء وتجهيز رياض أطفال وتوفير الأثاث المدرسي لمدارس مديرية حجر وتجهيز قاعات للحاسوب، إلى جانب تقديم الدورات التأهيلية للكادر التربوي والتعليمي في تلك المديرية لأجل الارتقاء بالوضع التعليمي نحو الأفضل، مشيدا في الوقت ذاته بالاهتمام الكبير الذي يوليه محافظي حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بالقطاع التربوي والتعليمي، ودعمه الكبير والمستمر لهذه المنظومة في كافة مديريات ومناطق المحافظة ومن بينها مديرية حجر، مؤكدا أن تربية المحافظة ستقوم بعدة تدخلات منها بناء وإعادة تأهيل المدارس والمختبرات ورياض الأطفال في حجر خلال المرحلة القادمة، واعتماد 290 حقيبة مدرسية وتوفير كرفانات مجهزة للمواقع البعيدة من المدارس بدلا من العشش كحلول أولية حتى يتمكن أبناؤنا في حجر من الالتحاق بالتعليم كونه حق للجميع،
بالإضافة إلى إعادة تأهيل السكن الطلابي وتوفير احتياجاته. من جانب آخر، عبر مدير عام مديرية حجر الأخ أنور الشاذلي والأخ حسن باجريدي مدير تربية مديرية حجر وعددا من الأهالي عن شكرهم وثنائهم للجهود المبذولة من قبل مكتب الوزارة بحضرموت والالتفاف تجاه مديرية حجر التي تعاني من عدة جوانب خدمية. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبرش الكثير على سير العمل الجاري في مشاريع بناء المركزين الوطنيين لمختبرات الصحة العامة ونقل الدم وأبحاثه وقسم الأطفال بمستشفى سيئون العام والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بوادي حضرموت. وتعرف وكيل المحافظة ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي من الجهات المنفذة على نسبة إنجاز تلك المشاريع التي تتراوح حوالي 57% وبكلفة إجمالية بلغت 507,483 دولار ممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط. وشدد وكيل المحافظة على ضرورة إنجاز تلك المشاريع في الفترة الزمنية المحددة وبالمواصفات المعتمدة. ومن جانب آخر، افتتح الوكيل الكثيري مخيم الأطراف الصناعية المجانية الأول الذي ينفذه مركز العلاج الطبيعي بوادي حضرموت ومركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بساحل حضرموت بالتنسيق مع مكتبي الصحة العامة والسكان بوادي وساحل حضرموت واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم من مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية وتمويل بيت الزكاة الكويتي. ويستهدف المخيم الذي سيقام بمركز العلاج الطبيعي والتأهيل بهيئة مستشفى سيئون العام على مدى 3 أيام حوالي 60 حالة مرضية من أصل 130 حالة من خلال المعاينة وصناعة الأطراف الصناعية والمساندة التقويمية لحالات شلل الأطفال وتشوهات القدم وسقوط الرسغ والقدم الحنفاء والمسطحة وتشوهات اليد وبتر في الأطراف السفلية وغيرها من الأمراض. هذه المخيمات التي تمولها دائما مؤسسة الزكاة الكويتي ليس أول مشروع ولا ثاني مشروع، بل هي عدة مشاريع، وبلا زال العطاء الكويتي مستمر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتقديم الخدمة وتقريبها من المحتاجين لها. وقد رأينا في هذا المخيم أن الترشين مجموعة من المستفيدين من هذا المخيم، وخاصة أن المخيم هذا يكون لأول مرة في وادي حضرموت. نسعى إن شاء الله أن يكون المخيم مستمر في هذا، ليس في فترة 3 أيام هذه، بل إقامة مركز متكامل إن شاء الله مع المؤسسات الداعمة في المسلو، خاصة أنه في هذه الظروف الحرب التي تمر بها البلاد تكون الحاجة أكبر لهذا المركز. ناقش المكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت في دورته الاعتيادية لشهر أكتوبر برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام الكثيري تقارير تقييمية لنشاط عدد من مكاتب الوزارات والهيئات. واستعرض المكتب تقريرا تقييميا لمكتب وزارة الزراعة والري في مجال الإرشاد الزراعي والبيطرة ومكافحة الآفات الزراعية، وتقارير أخرى عن أوضاع هيئة البحوث الزراعية وأهم التقنيات البحثية وإدارة الري والاستصلاح الزراعي. واستمع المكتب التنفيذي من مدير عام الزراعة بوادي حضرموت إلى شرح حول أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه والسبل الممكنة لإيجاد معالجات في وجود أسعار تتناسب بالظرف المعيشي للمواطن في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد. كما تناول المكتب تقريرا تقييميا عن مستوى تنفيذ برامج التدريب النظامي والدورات، إلى جانب تقرير عن تنمية الموارد المالية والبشرية ورفع كفاءة الأداء في مكتب الأداء العام للواجبات الزكوية ومكاتبها في المديريات. وبهذا الخبر نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار، وفي الختام إليكم دوما تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. وكيل أول حضرموت يشيد بدعم الأشقاء في دولة الإمارات لقطاع الكهرباء. تدشين صرف مستحقات الحوالات النقدية الطارئة في ساحل حضرموت ل36,000 حالة. وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية ساحل حضرموت يلتقي بقيادات السلطة المحلية وكوادر العمل التربوي والتعليمي وممثلي أهالي مديرية حجر بالمكلا، ويؤكد تقديم أكثر من 30 مشروعا تعليميا لمديرية حجر. الوكيل الكثير يطلع على سير العمل الجاري في عدد من المشاريع الصحية بوادي حضرموت، ويفتتح مخيم الأطراف الصناعية المجانية الأول بوادي حضرموت، ويناقش تقارير عدد من المكاتب الخدمية. وبالتذكير بالعناوين نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وياكم إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية. إلى الملتقى، دمتم في أمان الله.